بالنسبه للغلاء ديال الاسعار والمبادرات اللي قامت بها المعارضه السي خالد غير في هذا الاسبوع من البدايه ديال الحكومه وحنا كنطلبوا طلب انعقاد الجلسه واخرها طلب انعقاد الجلسه ديال وزيره الماليه لحدود الساعه ما استجباتش لانها في المراقبه احنا ديالنا كبرلماني ولا كمعارضه ان اليات اللي هي محدده الدستور والنظام الداخلي اما طلب انعقاد الجلسه واما الاسئله الكتابيه واما الاسئله الشفويه ولا اللجنه الموضوعاتيه ولا المهام الاستطلاعيه ما عندناش شي اليه اخرى. هاد الضعف ديال المعارضه هاش انا ما فهمتش التقييم ديال كل واحد شنو هي قويه ولا ضعيفه. واش قويه هي نحيد حوايجي في البرلمان غنديروها، واش قويه نضرب تنهرس يدي الى هذا هو المنظور ديال قويه راه احنا ما كنديروهاش وما غاديش نديروها. والى قويه بالمبادرات عطيناكم شحال مقترح قانون، عطيكم شحال عدد ديال الاسئله، شحال عدد ديال الاجتماع ديال اللجان اللي كنطلبوا ومع الاسف ولاو كيجيبوه لنا بالعرام. هذوك اللجان تحولوا الى اسئله شفويه باش كل موضوع يجيبوه ناقشوه ما بقاش. وهذا الشيء ديما كنرجعوا للتغول ديال الاغلبيه لان عندها اغلبيه في المكاتب ديال اللجان وكدوز اللي بغات ومواضيع اللي بغات ولو بالتصويت، لان هذا اشكال كنعانيوا منه تاعنا. هذا الاشتغال اللي كانوا هذه المبادرات ما كلمتوهاش. درنا الاستدعاء لان كما قلتوا النقاش والفضاء اللي خصو يتناقش في هذا الموضوع هو البرلمان. الوزيره ما استجبتش، مشى السيد وزير الفلاحه مع الخمسه الصباح لينزكان. هذا هما المبادرات اللي كيديروا، ما يجيش يناقش هنا هو وزيره الماليه. ولاو اللجان الكاميرا تابعاهم باش كيشوفوا واش اتمام كيزوروا السلام عليكم الكاميرا تابعاهم. هاد اللجان اللي هي في الحقيقه يعني شيء بديهي خصها تدار بشكل دوري، واش ما يخافوا على الصحه ديال المواطن تيولي الاحتجاج؟ عادي يمشيو يراقبوا واش هذه فاسده واش هذه غاليه ولا ماشي غاليه. لان الحكومه كتقول اودي اجي البرلمان اليوم ماشي باش غنجيو نناقشوا، باش هذوك المقترحات اللي تقدمنا بهم من اجل تخفيض ديال الاسعار شنو درتي فيهم؟ وعطيناهم في خلال القانون الماليه حيدوا الطبيه، علاش حيدوها غير الابقار؟ حقروا على المنتجين ديال الابقار دابا ولا تهلاو فيهم؟ علاش ما حيدوهاش على المحروقات كما قال سي بوان؟ ياك هو عاد المجلس الحكومي الاخير هو نفس الشيء اقترحنا عليهم، هو يحيدوا غير الطبيه ولا تسيك على المحروقات هذا الشيء كامل المواد غادي يهبط، لا الخضره ولا امور. قلنا لهم هاد المقترحات ديالنا جيت تناقش في البرلمان وليس بهاد المسرحيات او هاد لي بودكاست اللي ولاو كيديروا الوزراء ديك مس الخير البنات السلام عليكم وزراء ولاو كيمشيو وكيديروا نعطيكم الحصيله ديالكم شكرا تبارك الله عليكم. واش هذا تواصل عباد الله؟ واش هاد الناس ما عندهمش حتى اللي يوريهم التواصل كيفاش يتواصلوا؟ شت جوج الوزراء وزير الصناعه وزيره الانتقال الرقمي السلام عليكم وعليكم السلام السلام البنات غنعطيكم الحصيله ديالي غنعطيكم كذا وهذا. علاش هي البنات؟ وحنا نجيو للبرلمان يناقشوا البنات. هذه قصه اخرى ديال هكذا يعني هاد المبادرات ديال الروتين اليومي، هاد المبادرات اللي قمنا بهم السي خالد، هاد الشيء اللي عطينا لكم، هاد قمنا بجميع الاليات القانونيه اللي كيعطينا البرلمان قمنا بهم، لكن الحكومه ما كتفاعلش مع المبادرات ديالنا.